انا شفت اللي عملوه في الشاب ده، الشاب كان قبلي جم معاه حاجة كده زي الكماشة، حاجة كده عاملة زي الهيدفون كده. في الأول مسكوا حمدي، والشاب ده كان اسمه حمدي، كتفوه، وبعدين جه دكتور وقام حاطط الكماشة دي، الكماشة دي كان فيها سلوك كتير متوصلة بمكنة أو جهاز في فيشة، والراجل اللي كان ماسك الجهاز جاي مدور مفتاح أو باين حط فيشة في كهرباء، وبعدين الدكتور حط الكماشة على دماغ حمدي، وبعدين حمدي قعد يصرخ ويتشنج جامد ويزعق. حمدي فجأة لقيته طلع رغاوي من بقه وسكت خالص. أنا مكانش المفروض أشوف ده، بس أنا شفته، مكانش ينفع أشوفه. لما جيت دور عليا أنا رحت قايم واقف أسمع كلامه، مرضتش أسمع كلامه، تنيتني واقف علشان أنا عارف إن لازم ينيموني علشان يحطوا لي كماشة على دماغي، فأنا مرضتش. فجابوا لي 2 تمرجية، كل واحد فيهم قد الباب، بس أنا ساعتها كنت زي الدور، هجمت على واحد فيهم وزقته بعيد، والتاني مسكت ايده كده، وبعدين حطيت القبض وبدأت اضربه جامد 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 لحد ما مات. وبعدين جه الدكتور وحط الكماشة على دماغي، ما كانش لازم يعمل كده، من كان وبعدين خرجوني. فخرجت انا كانش ما حصلليش حاجة خالص. انا المشكلة كانت هنا. بفكر ببطء، ما بعرفش أربط أفكاري مع بعض، كل ما أبص يمين أو أبص كده العكس، ما بعرفش أبص، دايما أبص قدام، دايما أبص قدامي
لو بصيت يمين او بصيت كده ما بعرفش اقف على رجلي، ما بعرفش. بس انا دلوقتي احسن كتير، انا دلوقتي وصلها الفيشن دي. Thank you.